وبعدين يبطن الباك اوف ذا ليج. يبقى اول حاجه رقم واحد هذه الكونجكتيفا بتلاين ذا باك اوف ذا ليج، يعني موجوده على ظهر الليج. طب وبعدين بعد ما الليج يخلص الكونجكتيفا بيحصل لها ايه في المنطقه دي يا جماعه؟ يحصل لها ريفليكشن، يعني هي كانت ماشيه لقدام بعدين بدات تلف وترجع تاني. منطقه الريفليكشن دي كلنا عارفينها، دي النقطه رقم اثنين. منطقه الريفليكشن بنسميها منطقه الفورد. يبقى راجع معايا كده، the conjunctiva is very thin transparent membrane lines in the back of the lid that reflect at the area of the fornix. طب بعد ما الفورنيكس يخلص الكونجكتيفا تخلص؟ لا، بتطلع لقدام كده اهي عشان تغطي جزء من مين؟ مين اللي هنا تغطى؟ جزء من الليد كلير. يبقى رقم واحد lines in the back of the lid، رقم اثنين reflect at the area of the fornix، رقم ثلاثة the conjunctiva will cover a part of what؟ أبارت أوف ذا سكرين. واضح إن الكونجكتيفا كام جزء؟ لا كام؟ يا عم هو في ثلاثة، هو في جزئين أنت مش واخد بالك منهم، هوريهم لك دلوقتي. ماشي؟ كده خدنا الديفينيشن أوف ذا كونجكتيفا. هسألك سؤال، لو ده كده الأبر ليد وده كده اللور ليد أهو، وأدي الأبر كونجكتيفا وأدي اللور كونجكتيفا، لما التو أي ليدز يقفلوا ويقابلوا بعض هيحصل إيه في الكونجكتيفا التاني؟ هتقفل. يعني بص كده، لو الابر ليد نزل كده واللور ليد طلع كده وقفلوا مع بعض، بص هيتكون هنا ايه؟ هيتكون كلوزد سبيس. اسالك سؤال سهل قوي، يا ترى هذا الكلوزد سبيس از فول اوف وات؟ فول اوف تير. الكلوزد سبيس ده له اسم، اسمه كونجكتيفال تاج. ده حضرتك لما تيجي تحط قطره بتحط القطره هنا، لما تيجي تحط مرهم بتحط المرهم هنا. دايما احط القطره واحط المرهم فين؟ في الكونجكتيفال ايه؟ في الكونجكتيفال تاج. نزود المعلومه دي. وان ذا تو اي ليدز ار كلوز، لما التو اي ليدز يتقفلوا بص ويل ليد تو فورميشن اوف وات؟ كونجكتيفال تاج. هسألك سؤال، الكونجكتيفال تاج في الناس عينيهم مفتحه، مفتوحه منين ومقفوله منين؟ الكونجكتيفال تاج مفتوحه منين؟ من قدام. ومقفوله منين الكونجكتيفال تاج؟ بص مقفوله منين؟ مقفوله من ورا. اي حاجه مفتوحه من قدام ومقفوله من ورا بيسموها ايه؟ طب لا بنسميها كل دو تك، يعني كونجكتيفا تيجي كده بتساوي كل دو تك. كل دو تك لما تيجي تشوف ترجمتها يقول لك جيب غشائي مقفول من الكلب. أول مرة تعرفوها صح؟ كل دو تك ما عرفتش الكلمة دي قبل كده؟ كل دو تك؟ يا عم اقول تاني، لما تقعد لسه هيتقفل هيتكون ايه؟ كونجكتيفال تاج. لو انت راجل حفظات بقى وبتاع حركات تقول ايه؟ هيتكون ايه؟ كونجكتيفال تاج. يا ولد ماشي. ايوه يعني تاج ولا كونجكتيفال تاج براحتك يعني. يا ترى الكونجكتيفا بتتكون من كام بارت؟ انا قلت خمس اجزاء. في ثلاث اجزاء انت عارفهم. الكونجكتيفا ده ايه؟ من الاول هنا لحد هنا. اللي ده علاقه بمين؟ له علاقه باللب. بنسميها بالفيبرال كونجكتيفا. عايزين نتكلم عليها. يا ترى بالفيبرال كونجكتيفا اخبارها ايه؟ فاكرين الاستراكشر اللي هنا ده اسمه ايه؟ الطرف. يقول لك هي فيرمني أبرز تو ذا طرف. الأول معلوم، يبقى البلفيبرال كونجكتيفا أول معلومة خالص قبل ما تقول إنها فيرملي أبرز تو ذا طرف، هي الكونجكتيفا اللي لاين مين؟ الباك أوف ذا ليد. رقم اثنين هذه الكونجكتيفا فيرملي أبرز تو ذا طرف. رقم ثلاثة لما أمشي مع الكونجكتيفا كده بعد شوية هلاقي هنا إيه؟ شفتي؟ أنا مش هقول عليها دي؟ حفرة دي لها إيه؟ مع السلطة فاختار تاني. يبقى هذه البلفيبرال كونجكتيفا رقم اثنين It will show بعد الليد مارجن ب 2 مللي، يعني لو انا ركزت كده بعد الليد مارجن كده اهو ب 2 مللي بالظبط هلاقي حفره. الحفره دي اسمها ايه؟ سلكه سبتربت. على فكره الحفره دي مهمه وهنحتاجها كتير. طيب بيقول لك بقى ان هذه البلزمه الكونجكتيفا بتتنفسها ثلاث اجزاء. ايه هم؟ البلزمه الكونجكتيفا بتتكون من 3 بارت.
الكونجكتيفاس من اول ما فيش يا جماعه الجلاند اللي موجوده هنا جوه هنا اسمها بومين جلاند. بيقول لك من اول الاورفيس دوليه اهي اسمها الاورفيس اوف بومين جلاند. من اول الاورفيس اوف بومين جلاند حد هنا حد نيجي ساكا 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 بنسميها مارجنال كونجكتيفاس. طيب من اول الساقه الصفصلت لحد هنا لحد فين لحد البوردر اوف وات اوف ذا تارك دي بنسميها على اسم الساقه بنسميها سارسل كونفرتايم. من اول البوردر اوف ذا تارك لحد بدايه مين نورد الجزء اللي هو رقم 3 بنسميه اوربيتال كونفرتايم. واضح ان البلدبره كونفرتايم ده كام جزء مارجنال سارسل اند اورث. الثاني المارجنال من فين لفين؟ من الاورفيس اوف مونيان جلاند لحد السارسل سارسل. من السارسل سارسل لحد البوردر اوف ذا سارسل سارسل كونتاكت. طيب من البوردر اوف ذا سارسل لحد بدايه الفورنيك يبقى اسمها اوربيتال كونتاكت. بعد كده هنخش على مين؟ مين انا بعمل عليه الخط ده؟ فورسيو دلوقتي. بعد الفورنيك في هنا مين يا جماعه؟ فين مين بقى؟ الكونجكتيفا اللي بتغطي البلب اللي بتغطي العين بنسميها ايه؟ بنسميها بلبر كونجكتيفا. يبقى البلبر كونجكتيفا ايه ده عارفها؟ في الباط من الكونجكتيفا واتش كفر ذا سكليرا. فاكر دي كانت ايه؟ فيرمي ابرم. دي بقى لوسي ابرم اهي مش نفس حاجه بس اخر جزء منها بيبقى فيرمي ابرم. يبقى البلبر كونجكتيفا جزء ايه؟ فيها جزء ايه؟ فيها جزء ايه البلبر كونجكتيفا؟ فيها جزء لوسي ادرنت وفيها جزء هيرملي ادرنت. الجزء اللي لوسي ادرنت نسميه سكليرا البر. الجزء اللي هيرملي ادرنت هو جنب مين بالظبط؟ جنب الليمب وبنسميه ليمبر. يبقى الاولانيه كانت كام جزء؟ ثلاث. طب البلبر كونجكتيفا كانت كام جزء بس؟ اثنين. جزء لوزي ادرنت سميناه سكليرال بار. جزء فيرملي ادرنت سميناه ليمبال بار. مين اللي ما اتكلمناش عليه في الصور؟ الليمبا. هنتكلم عن الليمبا. اسف الفورنيك. اول معلومه عن الفورنيك. الفورنيك هو السايت اللي بيحصل فيه ايه؟ سايت اوف ريفليكشن. هسالكوا سؤال منطقي جدا. عندنا كام فورنيز؟ كام فورنيز يعني؟ اربعه. قبل ما تيجي كده النمبر اوف فورنيز الاربع. ازاي؟ لو انت جبت قلم او جلاس رول شديت الابر ليب ودخلته كده انت دخلت فين؟ اه فورت تحت لور فورت كده لاترال فورت كده ميديال فورت. هما كام فورت يا جماعه؟ اربعه. في رسمه جميله بتوضح اهي هذا العيان وده النوز ولا عين العيان خط ده اهو اهو ده نهايه الار فورت وده كده لاترال فورت واللي تحت ده كده مين؟ لور فورت. ومين هنا ده؟ ميديال فورت. يبقى عندنا اربعه فورت. ده الار فورت وده اللاترال فورنيك وده اللور فورنيك وده مين؟ الميديان فورنيك. ده ترى الدبت اوف ذا فورنيك. لو انا حطيت القلم يخش اكتر فين؟ الابر فورنيك. يقول لك الابر فورنيك هو الموست دي طوله الابر فورنيك حوالي 14 مللي. اللي تحته بشويه اللور فورنيك اللي بعده بشويه اللاترال فورنيك. عايز لو انت بتيجي تدخل القلم ان هو في انهي فورنيك؟ في الميديان فورنيك فيخش. الميديان فورنيك از ايه؟ is of the duration. ودي ممكن تيجي FQ. هسألكم سؤال بقى من الموست ديب فورنكس؟ الابر فورنكس. وما هنتكلم عليه بقى. يا ترى مين اللي ماسك في الابر فورنكس؟ فاكر الماسل اللي بترفع الليد دي تشد الليد كده اسمها ايه؟ ليفيت. يبقى تعالى ناخد الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورنكس. رقم واحد ماسك فيه الليفيتور ماسل. طب هسألك سؤال الجلاند ده اسمها ايه؟ المين لاكرال جلاند. فاكر الضغط بتاعتها بتفتح فين؟ الضغطس اوف ذا مين لاترال جلاند بتفتح فين؟ الابر فورنكس. يبقى رقم اثنين الابر فورنكس في الضغطس اوف ذا مين لاترال جلاند. طب في شويه جلاند كده متنطورين هنا اهو كده اهو في الابر فورنكس. اذا كانت دي المين لاترال جلاند يبقى دول ايه؟
اكسسوري لاكرمال جلاند. يبقى الاكسسوري لاكرمال جلاند هما كمان موجودين فين؟ في الابر فورس. يبقى خدنا الحاجات اللي لها علاقه بالابر فورس ثلاث حاجات، باسل سناب ليفل والضغط بتاعت الميل لاكرمال جلاند، وكمان الجلاند دي الصغننه اللي اسمها ايه؟ اكسسوري لاكرمال جلاند. الموست دي فورس هو الابر فورس. في جزئين بقى انت مش تاخد بالك منهم بكونتراكتيفا خالص. ايه هما الجزئين دول؟ لو انت جيت تاخد سؤال في البيت كده اديته ربع جنيه وقلت له تعالى بص على عينيك وبصيت ان هو عند الانر كانت هتلاقي حته مكلكعه كده. حته من اللحمه راوندد فاسكولار فليشي اليفيشن، حته مكلكعه بنسميها الكرانكل. يبقى الكرانكل لو طلعت وقلت له راوندد فاسكولار فليشي اليفيشن موجود عند انهي كانتر؟ الانر كانتر. كل الناس بتعتبر الكرانكل ده جزء من الكونتراكتيف، بس في ناس بقى بتختلف معانا تقول لك لا الكرانكل جزء من الليست مش جزء من الكونتراكتيف. طب انت اشتغلت على ايه يا عم الحاج؟ لما خدنا حتت من هذا الكرانكل وبصينا عليها تحت الميكروسكوب لقينا فيها سيبيشال جلاند ولقينا فيها لاشز شبه مين؟ شبه ايه؟ شبه الليست. يبقى الكرانكل في ناس مختلفه عليه، في ناس بتقول ان هو جزء من ايه؟ من الكونتراكتيف، وفي ناس بتقول ان هو جزء من الليد مش جزء من الكونتراكتر. كويس؟ يا ريت كلنا النهارده نروح نتفرج على ايه؟ على الكراكشن. جنب الكراكشن ده في هلال كده اهو، حته من الكونتراكتر عامله هلال كده، حته مكلكعه عامله هلال بنسميها فلايكا سيمي ليونيرز. فلايكا يعني اليفيشن، سيمي ليونيرز يعني شكلها ايه؟ شكلها هلالي. الفلايكا سيرلي ونابل ده كاركترستيك فولد اوف ذا كونتراكتايف، فولد اوف ذا كونتراكتايف شكله هلال موجود برضه عند انهي كانسر؟ انر كانسر. هنا في سؤال ام سي كيو، يا ترى الفلايكا سيرلي ونابل فيسنج ذا كورنيا ولا فيسنج ذا دون؟ يعني الفلايكا سيرلي ونابل بتبص ناحيه الكورنيا ولا بتبص ناحيه النون؟ كورنيا. ده سؤال ام سي كيو. الفلايكا سيرلي ونابل فيسنج ذا ايه؟ مكتوب اهي فيسنج ذا ايه؟ فيسنج ذا كورنيا. الفلايكا سيمي ليونيرز دي يا جماعه هي تمثل ايه بقى؟ تمثل السليب ليد. كلنا عندنا كام ليد في كل عين؟ اثنين ابر ليد واللور ليد. في ناس بتقول ان الفلايكا سيمي ليونيرز دي ثيرد ليد بس موجود مضمحل، موجود ايه؟ لودومنتري. عارفين الثيرد ليد دي اول ديفلوب في مين؟ في الطيور وفي الحيوانات دي. في الطيور وفي الحيوانات دي عندهم ابر ليد واللور ليد وزي الممبرين هنا كده على العين. من بريندا بيقولوا عليه السيرد ليد في الطيور. ليه؟ لان هم بيناموا عليهم مفتحه. كويس؟ فمحتاجين ايه يغطي العين طول ما احنا عليها مفتحه من برين. السيرد ليد في الطيور بيبقى ويل ديفلوب. في الهيومن بيبقى ايه؟ بيبقى لودومنتري. وبنسميه ايه بقى السيرد ليد اللودومنتري في البني ادمين؟ بنسميه فلايكا سيمي ليونيرز. كويس؟ لو سمحتوا ممكن تشوفوهم على بعضيهم. على شويه في البيت. مش باين. كده خلصنا الجروب اناتومي اوف ذا كونتراكتايف. اي سؤال؟ تعالوا ناخد بقى الايه؟ الستوري. يا ترى لو خدنا حته من الكونتراكتايف هنلاقي ايه؟ هنلاقي الكونتراكتايف بتتكون من الايه؟ اكيد رقم واحد مين انا برسمه فوق ده؟ اكيد رقم واحد ايه؟ ايبيثيليوم. عايزين نتكلم على الايبيثيليوم اوف ذا كونتراكتايف. بيقول لك الايبيثيليوم اوف ذا كونتراكتايف شكله يتوقف على مكانه. ايه الكلام الغريب ده؟ يعني بيقول لك ايه؟ الابيثيليوم هنا غير هنا غير هنا غير هنا. يبقى الابيثيليوم شكله بيختلف على حسب الايه؟ على حسب المكان. يا ترى في الحته القدامانيه من اول الاورثيد اوف موميان جلان لحد السكر سكر زي اخبار الابيثيليوم ايه؟ ادي اول طبقه، دي ثاني طبقه، دي ثالث طبقه، دي رابع طبقه، دي خامس طبقه. الابيثيليوم ده واضح ان هو خمس ست طبقات ومفيش عليه كراتين. حد يسالني سيرفايفل كلاس ايه؟ 99 في الاول. الحته المارجنال اللي قدام دي من اول الاورثوس اوف مامي الجلاند لحد الصرف الشطر الثالث اللي فيها بيتكون من خمس ست طبقات اللي بنسميه ايه؟ سيرفايفل كويمات مانكيوتينايز ايبيثيليا. طب هنا بقى بيقول لك بعد الايبيثيليا لما يعدي الصرف الشطر الثالث يحصل له صدم دروب. يبقى اثنين ليه بس؟ واحد اثنين. طب عند منطقه الفورنس بيزيد شويه يبقى كام؟ يبقى ثلاثه. طب هنا يزيد شويه يبقى كام؟ يبقى أربعة. لما نوصل هنا اهو يرجع تاني بعد ما كان اتنين يرجع تاني كام؟
يرجع الستراتيفايز جويمون تاني. واضح يا جماعه ان من بعد الفرق الثابت الثالث بيحصل ايه في النمبر اوف ذا سيل؟ بتزيد بتزيد 2 3 4 عشان ارجع تاني ايه؟ ستراتيفايز جويمون ايميتيك. انت تتوقع هذا الستراتيفايز جويمون ايميتيك هيكمل مع الابيثيليوم اوف مين؟ مع الابيثيليوم اوف ذا كوز. خلاص؟ يبقى واضح ان السيلز بتزيد في النمبر لحد احنا ابتدينا ستراتيفايز جويمون وبعدين انتهينا برضه ايه؟ ستراتيفايز جويمون. خلاص؟ هذا الاستراتيفايز كريمس الابيثيليوم اتودي كونتينوس وذ الابيثيليوم اوف ذا ايه وذ الابيثيليوم اوف ذا كوريا. ترى هو الابيثيليوم كده بس في حاجه اهم على فكره ما بين بقى الابيثيليوم ذات في خلايا مهمه جدا جدا جدا. مين الخلايا اللي بنشوفها بالاحمر دي؟ جوه الشريك. ان بتوين ذا الابيثيليوم سيلز في خليه مهمه قوي اسمها الجوبلت سيل. دي مهمه. الجوبلت سيل دي يا جماعه بتطلع لي ميوكس او ميوتين. وهذا الميوتين واضح من الرسمه انه بيكون جزء من الايه؟ الميتيلفيل. يبقى الجملة التيل دي لو باظت هيحصل ايه في الميتيلفيل؟ هيبوظ. نفس الحاجة اسمها ايه؟ زيوت. يبقى الجملة التيل دي يا جماعة بتطلع ميوتين. سؤال من كتير يا ترى الجملة التيل دي موجودة أكتر فين؟ يقول لك الجملة التيل دي موجودة أكتر هنا وهنا في منطقة الايه؟ فورمين. الجملة التيل دي موجودة أكتر اس ذا فورنيس. مش عارف طبعا جوه ده موجوده اكتر اس ذا فورنيس وكمان على الناحيه الميديا من عينيه يعني موجوده هنا اكتر من ايه؟ اكتر من الناحيه الايه؟ لا خلصنا كلام عن الميديا. ايه سؤال؟ بعد الميديا في ايه بقى؟ بعد الانتيريور اللي هو رقم 2 دي بنسميها الستروما. يا ترى الستروما اوف ذا كونتراكتيلا كام طبقه؟ قلت ان الرسمه انا عملت كام طبقه؟ طبقتين. اول طبقه عباره عن شويه تجمعات من الليمفوسايت. ليمف نود صغيره بنسمي اللاير دي ادينويد لاير. يبقى تحت الانتيريور في طبقه عباره عن شويه اجريجيشن ليمفوسايت بنسميها ايه؟ بنسميها ادينويد لاير. الادينويد لاير دي يا جماعه بيقول لك ما بتبقاش ويل ديفلوب غير بعد 3 شهور. يفرق معايا جدا جدا الكلام ليه؟ عايزين الادينويد لاير دي لما تتضخم بيحصل ايه؟ بص كده شايف الليمف نود كبرت اهي. ادي الكونتراكتايف اهي. واضح ان الليمف نود حصل لها ايه؟ اللارج بدا يتكون ايه في الكونتراكتايف؟ كلاكيع او سميها فولي. يبقى عندما يحصل تضخم في هذه الادينويد لاير ده تولي تو فورميشن اوف وات؟ كونتراكتايف ايه؟ فوليكلز. وما تقلقش بقى او طفل سنه اقل من 3 شهور يتكون له فوليكلز ولا ما يتكونش؟ ما يتكونش. ليه؟ لان الطبقه دي اساسا ما بتكونش ايه؟ ما بتكونش موجوده. خليك فاكر ان الادينويد لاير بتبقى ويل ديفلوبت بس بعد قد ايه؟ بعد 3 شهور. عشان كده اي طفل سنه اقل من 3 شهور لا يمكن الاقي عنده فوليكلز اوف ذا كونتراكتايف. ليه؟ لان الادينويد لاير بتبقى نوت ويل ديفلوبت. تحت الادينويد لاير بقى في ايه؟ في المين نيرفس وفي المين المين بلاد فيسل. بما ان هنا في المين نيرفس اند مين بلاد فيسل ربنا عليها فايبروزس فايبرس نتورك. عشان كده بنسمي الطبقه اللي مليانه فايبروزس بنسميها ايه؟ فايبرس لاير. اقول لك على حاجه الكونتراكتايلا بتتكون من ثلاث حاجات ايبيثيليوم ادينويد لاير فايبرس لاير ايبيثيليوم ادينويد لاير اند ايه؟ اند فايبرس لاير. بص بقى على البلاد فيسل الثلاث كونجنكتايل اخبار الارتريز ايه والفينز ايه؟ انا سهل لكم موضوع الارتريز شويه موجود في الكتاب كده جاي كده. الارتري اللي موجود في الليد ده ارتري موجود في الليد يبقى اسمه ايه؟ طيب بيبرا الارتري. طب هسالكم سؤال مهم قوي يا جماعه يعني يعرفوا يبقى شاطر. عارفين الارتري اللي بيمشي على السريرة كده ويخش يخرج من السريرة كده اهو ويخش لحد السلة اليوني اسمه ايه الارتري ده؟ صح انتيريور سيلاري ارتري. بيقول لك ان البلاد سبلاي اللي كنت بتشايبه بيطلع من الزوج بيطلع من البلبيبرا الارتري ومين؟ والانتيريور سيلاري ارتري. ازاي؟ البلبيبرا الارتري بيديني قطر كبير قوي اهو. شايفين القطر الكبير ده؟ اهو اسمه ايه القطر الكبير ده؟ فين مع فكره؟
البلبرة يديني posterior conjunctival artery. بص على الصفحة لو سمحت، قول لي posterior conjunctival artery بيغذي ايه؟ بيغذي كل الكونجنكتيفا ما عدا مين؟ معايا كل ده معايا الثلاثة أربعة مين اللي جنب مين؟ اللي جنب الليمبا. مالهم الثلاثة أربعة مين اللي جنب الليمبا؟ دول بياخدوا أرتري لوحديهم، بيطلع لهم أرتري من الأنتيريور سيلري أرتري كده أهو يغذيهم. اسمه إيه الأرتري اللي أنا اسمه بالأسود ده؟ اسمه أنتيريور كونجنكتيفال أرتري. ايه مع بيت وايه مع ايه؟ يعني التنسيبرا بيديني ايه؟ posterior conjunctiva. طب anterior ciliary يديني ايه؟ anterior conjunctiva. ال anterior conjunctiva الارتري بيغذي مين؟ الثلاثة أربعة مين من conjunctiva اللي جنب الليمب. ال posterior conjunctiva الارتري بيغذي كل conjunctiva بعد مين؟ بعد الثلاثة أربعة مين اللي جنب الليمب. خليك فاكر معلومة مهمة، أخبار الثلاثة أربعة مين من conjunctiva اللي جنب الليمب ايه؟ هايلي هايلي واسكولي. اصلهم ارتي هم حته صغيره وداخلها ارتي ايه؟ ارتي لوحدها. الحته ده ايه؟ هايلي واسكولر. ليه؟ حته صغيره في الحجم هو طبعا ايه؟ سيبر ارتي لوحدها بس. فدايما الحته دي ما يحصلش فيها انفكشن لانها هايلي ايه؟ هايلي واسكولر. خليك فاكر ان الثلاثه اربعه من الكونجنكتيفا اللي جنب الليمبس ريزلت الايه؟ ريزلت الانفكشن. عشان كده دايما التراكوما لما تيجي في عينيك مره التراكوما يجي هنا وهنا 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 ويجي هنا ما يجيش. يبقى اسالك سؤال كده بالمره، التراكوما تصيب مين؟ تصيب البلبيبرا الكونجنكتيفا والايه؟ والبورد والبورد. والحته دي ما تجيش فيها ليه؟ لانها ايه؟ هاي باسكت مناعتها كويسه. الفينز كلمه فولو ذا ارتس كده. اكتب على الفينز فولو ذا ارتس بس كده. طب الليمب درينج كلمة ازلت طب ليه؟ الفاسكولار بتاعك طيب بص كده تلاقي شد كده تلاقي كنا خايف لونها احمر باينة كلنا كل الورد بيزنس باينة في عينينا لا باينة هوريها لك بعد كده تعالى اشوفها انا وريها لك كده بيقول لك بقى ان الليمب درينج اوف ذا كونجنكتيفا كلمه انزلت فاكر اللاترال بارت اوف ذا ليمب بيدرين فين؟ البري اوريجلر الميديال بارت اوف ذا ليمب اند ميديال بارت اوف مين كمان قبل مره؟ ذا كونجنكتيفا ترين على مين؟ على الصرم الكليرال مين كونجنكتيفا خد بالك المعلومه دي مهمه لو واحد عنده انفكشن في الكونجنكتيفا ممكن يحصل له انلارجمنت في مين وفي مين؟ ممكن الاورجانيزم الايه لا يوصل لفين؟ للبري اوريجنال ليمف نود ويوصل لفين؟ للصرم مانديبولا ليمف نود تلاقي العين عينيه متعمق يعني عنده كونجنكتيفايت تلاقي الليمف نود دي كبيره والليمف نود دي كبيره. ممكن يا جماعه من ضمن المشاكل بتاعه الكونجنكتيفايت انها بتعمل لي انلارجمنت في الدريند ليمف نود او في الدريند ليمف نود. النيرف سبلاي في الكونجنكتيفا برضه كلمه واحده ازلت يعني فاكر الابر ليمف سنسيشن بتاعه منين؟ في ثلاثة سوبرا اي وسوبرا اي وسوبرا اي سوبرا اوربيتال سوبرا روبيا اند بلاك كمان نقطة باللغة النت واحد بس انفرا اورب كذلك الكونجنكتيفا يبقى المفروض الكونجنكتيفا سبلايز از ايه برضو از ريد بس في هنا اختلاف بصوا كده المنطقة دي كلها اختلافات يقول لك كل الكونجنكتيفا سبلايز از ريد معاها الحتة دي الحتة دي جنب مين؟ جنب الكورني تبقى سبلايز از ذا كورني فاكر السنسيشن اوف ذا كورنيا اللي يجي منين؟ من تو لونج سيزري نيرف الحته دي كلها اكسبشن جايب لها عصي لوحدها هتبقى اكسبشن النيرف سبلاي بتاعها مش زي زي مين؟ زي الكورنيا الحته دي كان فيها جزء فيرمي ايه؟ فيرمي الاسد دي منطقه منطقه دايما كلها ايه؟ كلها اكسبشن يبقى المفروض تكون طيب السنسيشن بتاعها ماله؟ كله انزلت ما عدا الثلاثة أربعة ملي اللي جنب الليمب سبلايت أزا إيه مش أزا إيه؟ أزا كوميا مش أزا دي خلاص؟ بص على نقطة ثانية حاجة اسمها كونجنكتيفال جلاند في جلاند نورمالي معمولة في الكونجنكتيفا أنا قلتهم بقى فاكر الجلاند اللي متنطورة فوق هنا أهو كده أهو وعلى فكرة في تحت كمان اسمها إيه؟ أكسسوري الأكرمال جلاند هناخدهم بالتفصيل في دمت اللكمة طب فاكر الخلايا اللي كانت عاملة كده بتطلع ميوكوس اسمها إيه؟ كوبلتيل كوبلتيل بتطلع ميوكوس
ماشي يا جماعة؟ فاكرين الجزء السيلز موجود أكثر فين وفين؟ ها منطقة الفورنس أند إيه؟ أند مينتس. دي الجلانس اللي موجودة في الليت. في سؤال بقى الدكاترة بتحب تسأله في الشرح. بيقول لك في نورمال أورجانيزمز بتعيش في الكونتايلر بتاعتها. زي ما في نورمال أورجانيزمز بتعيش في الجي أي تي بتاعتها. اسمها إيه؟ اسمها فلورا. كونتايلر فلورا. يعني بقى قول لي أسماء النورمال أورجانيزمز اللي موجودة في الكونتايلر. كلكم بتقولوا دول بس دي روز سباتيلا وستاب ارض. في واحد كمان لو سمحت نزوده ونص على الباقي ديب لوكو كار مش لاقي حد. دي روز سباتيلا وستاب ارض وايه وديب لوكو كار. كده خلصنا الكلام النظري اللي قلنا دي ده اول الايه اول الامراض اول امراض. كنت وانت فايفاي بصوا بقى يا جماعه اي واحد يحصل له انفلاميشن في الكونتراكتايفر سمي المرض ايه؟ انفلاميشن في الكونتراكتايفر بتسميه ايه؟ كونتراكتايفر. وعلى فكره اي كونتراكتايفر لازم معاه الاقي معاه حاجتين. طالما في انفلاميشن تتوقع ان بلاد فيسلز اوف ذا كونتراكتايفر هيحصل لها ايه؟ دايلاتيشن. تلاقي العين لونها احمر تلاقي هايبرينيا. يبقى اي كونتراكتايفر لازم يبقى معاها هايبرينيا اند ديسنشر. ليه؟ الانفلاميشن بيعمل اريتيشن في دول. مين دول؟ كل السيلز بتطلع لي كميات كبيره من النيوكر اند ذيس از كول ذيس از شوت. خد بالك اي كونجكتيفايتس از كاركترايز لازم اي واحده يعني ليها كونجكتيفايتس يعني يبقى لونها احمر وطالع منها عمار او ايه او ذيس از شوت. وعند ذيس از شوت اللي انا واقفه ذيس از شوت العمار انواع. يعني لما تيجي عند العمار كده مثلا في اربع انواع او ثلاث انواع. يعني في عمار شويه نيوكر على شويه بص لو سمحت تسميه. لو لقيت العمار شويه ميوكوس على شويه بارت تسميه ايه؟ ميوكو بيرلاند بتتشارج. طب لو لقيت العمار كتير قوي وعباره عن بارت فقط يعني العين بتطلع قضيب تسميه ايه؟ نسميه رقم اثنين بيرلاند بتتشارج. يبقى العمار انواع. رقم ثلاثه لو لقيت العمار شويه بارت على شويه دم نسميه بلادي بيرلانس ديتشارج او له اسم تاني زيرو ايه؟ زيرو شان زيرو تانجنس ديتشارج زيرو تانجنس ديتشارج. العين ولا ايه يا دكتور؟ عينيا طبعا صديق معرق بدم يعني صديق فيه ايه؟ فيه دم. يبقى العماص ايه؟ العماص انواع عماص وخلاص. ماشي يا جماعه النهارده هندسه العماص بس الحته بتاعتنا النهارده كلها عماص بجد النهارده الحته اللي دي حتى النهارده بنتحدث عن العمار حته مقرفه. اوكي يبقى العمار ممكن يبقى ايه؟ فان ديوكس على فان بط ديكو بيرلا فان بط لا بيرلا بط على صديق بلادي بيرلا. طيب انواع الكونجكتيفايتس ايه؟ اي كونجكتيفايتس في الدنيا ممكن تبقى انفكتيف او نون انفكتيف. يقول لك لو اللي وصل الكونجكتيفايتس بتاعت عينيك اورجانيزم اكيد الكونجكتيفايتس هنسميها ايه؟ لو اللي وصل هنا اورجانيزم هنسميها ايه؟ انفكتيف. واي انفكشن في الدنيا في منه اكيوت وفي منه ايه؟ طبعا تقسيم عاديه خالص اكيوت وايه؟ كل الف بقى معايا ايه اللي اسماء الاورجانيزم اللي تعمل لي اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس. ممكن تبقى بكتيريا ممكن تبقى فيروس في حاجه ما بين الفيروس وما بين البكتيريا حاجه انا كده اسمها كلاميديا. خلينا في البكتيريا. يقول لك لو الاورجانيزم ركز معايا لو الاورجانيزم ضعيف تتوقع يكون ايه؟ شوية ميوكا صغيرين على شوية بط صغيرين يبقى نوع ايه العمار؟ ميوكو بيرلاند ديتشارج. دايما نسمي كونجكتيفايتس باسم العمار. يعني لو الاورجانيزم ضعيف وعمل ميوكو بيرلاند ديتشارج نسمي كونجكتيفايتس ايه؟ ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس او اسمها ام بي سي ميوكو بيرلاند كونجكتيفايتس. ماشي؟ مش مهم تلفزيون. ماشي؟ طب لو الاورجانيزم قوي تتوقع يكون ايه؟ بص ده يعني هيكون بيرلاند ديتشارج سامي كونجكتيفايتس ايه؟ بيرلاند كونجكتيفايتس او بي سي. لو الاورجانيزم قوي جدا زي الدسبيري هيعمل حاجتين.
الاورجانيزم لما يبقى قوي جدا يكون عمق وتلاقي البلاد فيسل ستراكشر وبيطلع ايه مع بعض لما الاورجانيزم يبقى قوي جدا دم. يعني نوع العمق في حالات الديفتيريك بقى ايه بلادي بيرن ستراكشر. في حاجه اهم في الديفتيريك اهم من ان العمق معرق بدم ان الديفتيريا يا جماعه في عين العيان تلاقي هنا ايه اللي انا بكتبه ده ممبرين. عشان كده نسمي كونجكتيفايتس دي ايه بقى ممبرينس كونجكتيفايتس. بناء على اللي انا قلته ده لو سمحت قول لي الديفينيشن اوف ميوكوبيرنس كونجكتيفايتس الاول اكيوت ولا كرونيك اكيوت انفكتيف ولا نون انفكتيف انفكت. يلا قول لي بقى اكيوت انفكتيف كونجكتيفايتس كاركترايز باي هايبرينيا ام لا ما تقولش ديسشارج ميوكوبيرنس ديسشارج. طب قول لي الديفينيشن اوف بي تي acute infective conjunctivitis characterized by hyperemia and virulent discharge. طب قول لي definition of membranous conjunctivitis acute infective conjunctivitis characterized by hyperemia and the bloody virulent discharge with a with membrane formation. جبت الفكرة؟ انا مش هقول لي definition بتاع دول تاني بقى خلاص. اوكي خش على الكرونيك. الكرونيك conjunctivitis فوق تبقى specific او non specific. يعني ايه الكلام ده؟ ان شاء الله نيجي ناخد الميوكو بيرلنت conjunctivitis ماشي specific. يعني ممكن الاورجانيزم ضعيف ممكن يبقى سامي اي اورجانيزم لكن في يا جماعه conjunctivitis ما ينفعش تيجي باي اورجانيزم لازم specific اورجانيزم. ناخد مثالين. في اورجانيزم مشهور قوي اسمه كلاميديا تراكوماتيك بيعمل ايه؟ بيعمل مشهور قوي اسمه تراكوم. في اورجانيزم تاني فيرد فيزيك اسمه المورس. انا هسالكم المورس ده مورس لما كان بيجي في الليل كان بيعمل ايه في الليل؟ تكشر فين؟ الانجل ده انجلر بليفرايتس وبرضه يعمل انفكشن في الانجل اوف ذا كونجكتيفايتس. يعمل انجلر كونجكتيفايتس. ينفع اي اورجانيزم تاني؟ لا. ينفع التراكوما تحصل باي اورجانيزم تاني؟ لا. عشان كده هما ايه؟ فيزيك. يلا قول لي الديفينيشن اوف تراكوما بقى specific chronic conjunctivitis due to infection of the cornea by chlamydia trachomatis. The definition of angular conjunctivitis of specific chronic conjunctivitis due to infection of the angles by more same to it. ماشي يا جماعة؟ طيب تعاد ده السبب ما يكونش infection. تعاد الconjunctivitis تبقى non-infective. ازاي؟ ممكن اللي يوصل في عينيك ما يكونش اورجانيزم يكون توكسن. والتوكسن حاجة من الاثنين. يا التوكسن تيجي من خارج الجسم يا تيجي من داخل الجسم. يعني التوكسن يا تبقى اكسوجينوس يا تبقى اندوجينوس. ناخد امثلة للاكسوجينوس توكسن. واحد بيتعرض لسموم الرعد تعرض لالترا فايلت رينج بيجيله مرض مشهور قوي اسمه الرمد الربيعي برينج كاتار. كلمة فرينج كتار دي اتلغت لو انا في الامتحان تبقى شكلك وحش قوي. ما عادش حد بيسمي الفرينج كتار فرينج كتار بيسموه فيرنال كونجكتيفايتس. فيرنال يعني الرجي كونجكتيفايتس الرجي. لو طبعا قولي الديفينيشن اوف فرينج كتار الرجي انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفايتس دو تو اكسبوجر اوف ذا كونجكتيفايتس تو وات اكسبوجر توكسنز. جدعان ممكن التوكسنز تبقى اندوجينوس. ايوه ناخد امثله. واحد عنده ليزان في بطن، واحد عنده تي بي في صدره. اي سورس اوف توكسنز داخل الجسم ممكن التوكسنز توصل فين؟ توصل فين؟ للكونجكتيفا. وتيجي التوكسنز دي تتحول لانفلاماتوري سيلز ويتكون ايه في الكونجكتيفا؟ نديول. هذه النديول دي لها ايه؟ اسمها بلكتين فورميشن. هسألك سؤال. تكوين هذه النديول اللي بنسميها بلكتين سبب ان الكونجكتيفا اتعرضت لاكسوجينس توكسن. سبب ان الكونجكتيفا اتعرضت لايه؟ لاندوجينس توكسن. لو سمحت قول لي الديفينيشن اوف الكتينولار كونجكتيفا. الرجيك انفلاميشن اوف ذا كونجكتيفا دو تو اكسبوجر تو اندوجينس توكسن. اند ذيس الرجيك انفلاميشن از كاركترايزد باي فورميشن اوف ان ديول ويتش از كولد. هذه النديول كولد ايه؟ كل الامراض دي هناخدها ان شاء الله. ممكن سبب الكونجكتيفايتس ده يكون فورين بودي. يكون ان الرمش بيفك في الكونجكتيفا. سميها ايه بقى؟
سميها الريليتيف كونجكتيفايت. ممكن الكونجكتيفايت يبقى تبع سيستميك ديزيز زي الثايرويد. لو تشوفوا العيان بتاع الثايرويد دي تلاقي هيكل على بره صح؟ تلاقي لونها احمر. ده كونجكتيفايت. عايز اقول لك ان ممكن الكونجكتيفايت تكون سببه مرض ايه؟ ثايرويد مرض ايه؟ سيستميك. ماشي؟ ناخد اول امراض ده ناخد مين تبعها؟ الام بي سي وبعدين البي سي وبعدين ايه؟ نبدأ كده نمشي الترتيب فاهمني؟ ناخد النيوكو فيرولنت كونجكتيفايت. اول الديفينيشن على حته قلوب. قلبه انا بقى. انا العيال اللي قاعده سرحانه ولسه ما اتحطش من النوم فوق. مين هيقول لي الديفينيشن اوف ام بي سي؟ مين؟ يلا حد يقول حد يقول كده عشان ينبسط. ها انا مش عايز الاقي حد عشان ما يقولش انت بتقطب. حد شاف؟ يلا قول يا مروان هيبريني عندي ايه؟ نيوكو فيرولنت ديسشارج يبقى انجكشن اوف ذا كونتراكتايل باي سترونج اورجانيك. صح ولا غلط؟ باي ايه؟ ويك اورجانيك. لقد خدنا الديفينيشن هي انفلاميشن اوف ذا كونتراكتايل لازم الاقي عين حمراء لازم الاقي معاها هيبريميا والديسشارج نوع ايه؟ نيوكو فيرولنت ديسشارج. مين الناس اللي عباره عن عينهم بعض؟ ايه بريد بودنج بقى؟ يلا في اللي بيعمل طريقه عفن عايش فيها عفنه يقلق بقى على هذه الكونديشن يغسل وشه وبمعنى عفنه في ديبان في البيت شوف القرف ده يستخدم ديم تي تاول عشان في الكلام ده تقدر تقول عيان عايش في ايه؟ في البريد ماشي لسه كلها ماما ده 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 ايه الدريبه دي؟ الدريبه قلق دريبه جنب البيت سيلك اورجانيزم ولا اي حاجه اي حاجه ستاف ستريب يمكو كاي في اورجانيزم بيحبها عامل المصريين بيجي في مصر مشهور قوي اسمه كوخ ويكس باتيلا ومن كتر ما هو بيجي عندنا ناس سموه على اسمنا هيموفيلاس ايجيبت تحس ان احنا المعمقين في العالم احنا مسمين الاورجانيزم على اسمنا ده حاجه عجيبه والله بجد سموه هيموفيلاس ايجيبت هو ده يحكمهم في مصر الحمد لله اضعف واحد عارف اقوى واحد مين؟ هما كلهم بس اقوى واحد الايه؟ النيموكوكاي واضعف واحد الحمد لله هو مين؟ هو الكوخ ويكس باتيلاس او اللي بنسميه النيموكلاس ايجيبت. بص بقى العين اهي يا معلم شايفين عينيه حمراء وايه؟ عينيه حمراء وايه؟ عينيه حمراء ومعمر اوكي؟ ده معمر وعينيه لسه ما اتمرش عايزين نعمل مقارنه ما بين الكوخ ويكس باتيلاس والنيموكوكاي. كوخ ويكس باتيلاس كومن في ايه؟ في مصر. ليه؟ بنحب الجو بتاعنا والشمس والحاجات دي عشان كده لو جه في الايه؟ في الصيف. النيموكوكاي اقوى واحد بس الحمد لله رير في مصر ولو جه يجي في فصل ايه؟ الشتاء. تتوقع مين فيهم معاكم في الشتاء؟ النيموكوكاي. يقول لك بقى دي حته غلسه بقى كوخ ويكس باتيلاس حلو قوي وضعيف وجميل بس دي حته غلسه. بل يستجد غير السلفة فقط سلف تو سلفة قولي لكن الحمد لله ده سلف تو سلفة عند بنتين تفرق معاك؟ ايوه انا هنا مفيش قدامي غير ايه هستخدمها غصب عني السلفة. طب ايه المشكلة يعني؟ السلفة فيها مشكلتين بكتيري ستاتيك ادي اول مشكلة مش بكتيري ايه؟ طيب يعني ايه بكتيري ستاتيك؟ يعني بتقلل الجروث اوف ذا اورجانيزم مش بتزودها ادي مشكلة. في مشكلة تانية لو العيان عينيه فيها عمر العمار بيطلع انزيم تبطل السلفة تلاقي السلفة لما تحطها وعينيه تبطل السلفة ما تشتغلش لكن السلفة مود اكت ان ذا بريزنس اوف ايه؟ بالظبط ما اعمل ايه بقى؟ كده كده العيان معاه ما شاء الله قبل ما تحط قطر السلفة دي حاجة أساسية إما العلاج مش هينفع تعمل ايه بالبرد؟ تشيله عشان كده يقول لك ايه؟ هنا العيان قبل ما يحط السلفة لازم يستخدم اي لوشن يبقى في مشكلتين في السلفة ايه هما؟
الاورجان السالفه بكتيري ستاتيك مش بكتيري فايبر. ثانيا ان السالفه ما بتشتغلش بوجود الامان. البص بيطلع انزيم تقدر تان اكتيفيت السالفه. هتستخدم السالفه يبقى لازم ايه قبلها؟ اي ايه ايوه. في سؤال بيتسال من الشغل قول لي الابديميولوجي بتاع المرض يعني ايه؟ يعني المرض ده بيجي طول السنه؟ لا بيجي الفصول دي في اكتوبر مايو سبتمبر. انا هقول حته النهارده كوميونتي وبكتيري لان دي الشهور اللي بيطلع فيها الدبان لاين بريدنج بيريود. يبقى المرض بتاع دايما يا جماعه يجي فصول الصيف لان دي الدبان والمصايف والحاجات دي ماشي؟ ايه المصيف؟ ايه علاقه المصيف بالعمارات؟ مشهور قوي. واحد يبقى معمص ومقرف ينزل البحر يسيب لك العمارات تروح تنزل وراه. على المعروف ما انا مصيف بلدنا كل الناس ترجع من المصيف مع 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 مصيف. صحيح ايام الصيف تبقى حلوه بتبقى مش باشا على فكره. ده العيال اهو كده اهو زحمه اهو كله راجع من المصيف عليه مع المصيف. انت بتشوف ما تتقبل انك تنزل البحر والزفت والارض. بجد؟ يا بس كده مش عارف ايه يعني انت لو مش هيتعب. طب ماشي. توقع العيان في العينين كل غرفيه وبتاعه فيها انفلاميشن هيشتكي من ايه بقى؟ ممكن نعرف مع بعض. لا العين فيها انفلاميشن ها؟ يلا الشكوى الاوليه عاديه هيبتدي من الدشارج اسمه ايه؟ ليجو بيرلن وعينيه لونها احمر نتيجه ان في انفلاميشن في عينيه. يقول لك يا دكتور انا حاسس ان عينيه مش مريحاني بالظبط حاسس ان اللبس فيه تقل. كل ده من ايه؟ رقم 2 ورقم 3 من ايه؟ من الانفلاميشن. يقول لك معاك انا بحس بهيرمنت اوف ذا ليب من الانفلاميشن. ممكن يحصل حاجه غريبه ممكن شويه عماط ينشفوا ويبتدي يحسب ان في ايه ده كده العين؟ فورين بودي سنسيشن. ممكن عيان يشتكي من فورين بودي سنسيشن او ممكن ده يشتكي من حاجه غريبه. ركز معايا كده. ممكن يحس بعمارة تيام قصاد البيول بتاعته ومضطر لما يخبط في العمارة. العمارة دي تشتغل زي المنشور. تعمل ايه بالضوء؟ تحلله الالوان الصيف احمر ابيض اخضر. ومن الالوان الصيف دي تقع على الشبكيه العين يشوف ايه؟ كالرد هالوز هالات ملونه كالرد هالوز اراوند ذا لايت. بس الكالرد هالوز هنا فيها ميزه مختلفه شويه. لو العباطه دي راحت ياخد ايه الكالرد هالوز؟ تروح. يبقى الكالرد هالوز از سانتي. هيسالك على طول قول لي الاذر كولز اوف كالرد هالوز اراوند ذا لايت في المنهج. كنا اهو اكيوت كونجستيف جلوكوما وانتيريال ديكاترك. دول اهم حاجه. الانتيريال ديكاترك لسه ما خدناهوش. بيقول لك ان العيان ساعات يحصل له كاتراك في الاول كده تحس مثلث هنا كاتراك تحس مثلث هنا كاتراك كده. الكاتراك لما بيبتدي لسه بيبتدي البيجيننج كاتراك لسه في انسيبيال كاتراك. ايه المشكله بقى؟ المثلث ده لما يقع عليه الوان لما يقع عليه شو يتحل لايه؟ لالوان الصيف. يبقى الانسيبيال كاتراك بيعمل زي ايه؟ زي العمارة. العيان اللي عنده اكيوت كونجستيف جلوكوما الجلوكوما لما بتضغط على القرنيه الجلوكوما لما تضغط على القرنيه بتبوظ مين؟ الاندوثيليوم. حد عارف لما الاندوثيليوم ده يبوظ مين اللي هيمتلك الفرصه ويخش جوه العين؟ الاكوا يبتدي يتكون دروبلت اوف ايما انسايد ذا كورنيا. كل دروبلت من دول تشتغل زي ايه برضه؟ زي البريد. يبقى لحد دلوقتي دي ثلاث امراض يعملوا لنا كلر دالوس اراوند ذا لايت. ايه المرض بتاعنا؟ في ايه وايه؟ اكيوت كونجستيف جلوكوما ان انتبيانتيكا. خلاص؟ العيان عنده inflammation of the conjunctiva كأن عنده ايه كمان؟ كأن عنده بالضبط inflammation في الكورنيا. يلا هشتكي من ايه؟ inflammation of the conjunctiva زي inflammation of the cornea. هشتكي من ايه بقى؟ حتى مش مكمله بين نقطه ايه؟ نقطتين inflammation في الصفوبيا. عرفتوا الكلام ده؟ دي صمبه. يبقى يشتكي من picture like cornea بالضبط بين inflammation في الصفوبيا. خدنا شكوى العيان لو فحصت عين العيان هنلاقي ايه؟ نفحص الليل. يلا نفتح الليبش. تتوقع البلاط بيسلز اوف ذا ليبش والبلاط بيسلز اوف ذا كونجكتيفا من الانفلاميشن هيحصلوها يا جماعه؟ بلاط بيسلز اوف ذا ليبش والبلاط بيسلز اوف ذا كونجكتيفا. طيب لاتيشن او بيطلع منهم في الليبش هنا فلوس في الليبش وفلوس فين؟ في الكونجكتيفا. يعني انت ايديما في الليبش وايديما اوف ذا ايه؟ ذا كونجكتيفا. ايديما في الاثنين. في حاجه زياده هنلاقيها في الليبش. العيال يقوم من النوم الصبح
يلاقي الرموش ملزقه في بعض. هسألك سؤال، مين اللي هيلزق الرموش في بعض؟ القمر. العيان يقول لك اللاشز ار جلودد توجذر، اللاشز ملزقه في بعض بالقمر. الحكايه دي دايما تظهر الصبح ليه؟ لان طول ما انا نايم العمر ايه؟ بتحوش. العيان يقوم نور الصبح يلاقي المنظر. يقول لك ان ده وده وده كل واحد من دول شبه القلم الرصاص. فبنسمي المنظر ده بنسل لايك ابير. المنظر ده قابلناه فين قبل كده؟ كان في عيان عنده نفس المنظر اهو والرموش ملزقه بعض، لكن لما كنت بشيل القمر كنت بلاقي تحت هنا في ايه؟ انصر. اسمه ايه المرض ده؟ انصر بالبريفرال. اذا المنظر ده يتلخبط مع مين؟ مع الالتراتيف بريفرايت. differential diagnosis from ulcerative بريفرايت. طب يا جماعه هنلاقي في الكونجكتيفه اديما فين؟ في الكونجكتيفه. حد عارف اديما في الكونجكتيفه اسمها ايه؟ هيمور. هيمور means اديما of the conjunctiva. في الكونجكتيفه هنلاقي لونها احمر especially at the area of the cornea. هنلاقي الهايبرينيا marked at the cornea. اشمعنى؟ لان اكثر حته vascular في الكونجكتيفه هي منطقه الفرن. من اكثر الحتت هقول لك بقى دلوقتي الابر كورنيك واللور كورنيك يبقوا فيري ماسك ماشي. الاقي الهايبرينيا اكثر في اللور كورنيك فيشري اللور كورنيك. ليه؟ في فاكتور تحت بيزود النظرات دي في بايدين كمان. الايه زياده؟ الجرافيك. يبقى اقول لك على حاجه، انا بعرف العين اللي عينيه معمطه منين. هو عينيه حمراء، ممكن تكون حمراء من مليون سنه. هو فاتح عينيه كده لما هي اكتر حته حمراء تحت اكتر ريزن تحت مش فوق، يبقى دي ايه؟ يبقى دي ميكو برنس كونجكتيفا. يبقى الهايبريميا دي امرض في الفورنيس سبيشالي سبيشالي ايه؟ اللور فور. ايه الكلام ده؟ لو الاولونج لو الاورجانيزم وصل هنا الليمف نود تلاقي ايه؟ اللارجمنت في الدريننج ليمف نود. انا قلتها دي، هنلاقي اللارجمنت في الدريننج ليمف نود. بص المنظر اهو، هذا العمار ملزق ايه في بعضه؟ فوق اهو دايم لزق الرموش في بعضها. يا ترى عيال ايه الكومبليكيشن اللي هتحصل؟ اكيد الاورجانيزم هيوصل لفين؟ ودي اخطر حاجه، يوصل لفين؟ للكورني. بس قبل ما يوصل للكورني في كومبليكيشن تاني قوي. احنا بنتكلم على اكيوت انفلاميشن، لو ما اتعالجش كويس يفضل طول حياته ترك. انا اول كومبليكيشن. تاني كومبليكيشن هيحصل كورنيا الالتر. هيحصل كورنيا الالتر يا جماعه، ممكن الألتر تحصل هنا تسميها ايه؟ سنترال ألتر. ممكن تحصل هنا تسميها ايه دي؟ مارجنال ألتر. ايه الميكانيزم؟ احنا اتفقنا ان الكونجكتيفا هيحصل فيها إديمة. تفضل لما يحصل إديمة في الكونجكتيفا تفضل في مكانها ولا يحصل لها إليفيشن؟ اللي بقى ايه؟ الكيموزس او الإديمة اوف ذا كونجكتيفا خلت اللي فينا ايه؟ حفرة او بنسميها جتر فورميشن. تتوقع مين يتحوش inside this gutter؟ العمار. لما العمار يتحوش هنا يبتدي يبوظ لمين؟ البريفري اوف ذا كورنيا. This will lead to formation of marginal ulcer. يبقى ايه الميكانيزم اوف marginal ulcer formation؟ الكيموزس عمل ايه؟ جتر. ايه اللي اتحوش inside this gutter؟ الديسشارج. This accumulated discharge will lead to toxication of what؟ toxication of the ايه؟ of the periphery of the cornea. الاول ميكانيزم. طب ازاي بقى يحصل ايه؟ سنترال ألتر برضه بالكيموز. الكيموز او الإديمة دي لما تزيد قوي تضغط على مين؟ على الليمبال بلوك ليفلز تقفلها. يحصل اسكيميا في كل الكورنيا. لما الكورنيا كلها تبقى اسكيميك انهي برضه يتأثر الاول؟ السن. ليه؟ ابعد حته عن مسام الاوكلوجي. لا قدر الله لو الارتر اللي ماشي هنا ده اتقفل اول حته تموت فيها ليه؟ الصوابع. ابعد حته عن مكان الايه؟ الاوكلوجن. هسالك سؤال، ابعد حته عن مكان الاوكلوجن هنا فين؟ السنتر. يبقى الكيموزس يا عمل جتر يا ضغط على مين؟ على البلاطس. لو عمل جتر هيعمل انصر مرجنا، لو ضغط على البلاطس اللي هيعمل انصر سنتر. نعم ده المين سورس، ده اهم سورس. لو اتقفل يحصل كيميا في النبل. انت هتقول لي بقيه السورسات شغاله، الايكوس شغال
ودي الكلمة شغال مش انف. المين سورس هو الايه؟ هو الليمبا بلاد. دي اهم سورس للفيزا بتاع الكورتيك يا راجل. هو اللي هو على البريفري بتقول دي كلها والله يعني كده بديفيوجن. طيب بقيت الكلام ده كلام تاني بقى. لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للايرس ده كومبليكيشن رقم 3. لو الاورجانيزم اللي هنا وصل للاكل مالتك عشان الاكل مالتك يحصل ايه؟ باكليو تستايل. طيب ساعات يقول لك يبقى ساعات البلاد فيسلز او الكونجنكتيفا تضايليت لدرجه انها فرقعه ترابشر. ومن يحصل ايه تحت الكونجنكتيفا؟ بص كده يحصل ان هو ايه؟ نديل تحت الكونجنكتيفا. تلاقي حتت من النديل تحت الكونجنكتيفا نسميها ساب كونجنكتيفا فيتيكال تيمرش. ماشي يا جماعه؟ يبقى ممكن يحصل نديل تحت الكونجنكتيفا. تتوقعوا معظم هذه الكومبليكيشن تحصل مع مين مش مع مين؟ مع مين بتقيم مع الايه؟ مش مع الكوكويكس بس. العلاج ده اسهل حاجه. دايما العلاج يا جماعه في اي مرض من الامراض اللي جايه قول كلمه كده لو سمحت طفحها على طول. العلاج حاجتين، عندنا بروفيلاكتيك تريتمنت وعندنا ايه؟ كيوراتيك تريتمنت. والكيوراتيك تريتمنت حاجتين جنرال وايه؟ ولوكال. طبعا الكلام ده هنا اهو بروفيلاكتيك تريتمنت والكيوراتيك تريتمنت وجنرال وايه؟ مستوى في البيت ده ازاي نرفع عامل كان بتاع الصحه العامه ايه كان هو في الوقت كان عادي انت عارف بروفلاكتيك تريتمنت هنا اي حاجه. طب بالنسبه للجنرال تريتمنت انا هتعمل بالسبيريت انتي بيرس ما ينفعش نكتفي باللوكال ما ينفعش خاصه في الاطفال دي صح. الاطفال تيجي تحط القطره تلاقي الولد يجري مش عارف ايه تحط ايه القطره في الشارع كلها. يبقى في الاطفال احسن حاجه مين مش مين؟ الجنرال مش اللوكال. يبقى السيستميك انتي بايوتيك مهم في الاطفال. طب اللوكال ده حط ايدين العيان رقم واحد انا عندي امراض يبقى لازم اشيله بايه؟ باي ايه؟ باي لوشن. يبقى استخدم اي لوشن تو ريموف ذا شارت. عندك كذا مثال بوريك اسيد 4% صلاين. ممكن يا جماعه موضوع بسيط ممكن اجيب شويه ميه اغليهم دراي ووتر وانضف بيه يعني براحتك. ممكن صوديوم بايكربونيت 3% احفظ الايه؟ هذه الامثله العامه. طيب استخدمنا اي لوشن لازم استخدم بيه اهم حاجه طبعا انتي بايوتيك دروب كل ساعتين او كل ساعه. انا احط القطره كل ساعه. عندك بقى كذا امثله بنسلين كلورامفينيكول هنقعد عند السلف. السلف اشتغل في ايه؟ بص يبقى لازم اعمل ايه اول ما تبقى ايه؟ اي لوشن. في سؤال شافه عندنا تركيز السلف 10% و 30% نستخدم مين؟ المفروض نستخدم الاقوى صح؟ نستخدم ال 10 مش ال 30% ليه؟ ال 30% بتبقى قوية جدا وبتعمل ترسبات يعني تحط القطرة من هنا بعد ساعة تلاقي بودرة كده. البودرة دي تقفل الايه؟ تقفل البشرة. يبقى ما بنستخدمش ال 30% 30% نوت يوز لأنها بتعمل ديبوزيشن أو بريسبتيت وتشويل كلوز ده ايه؟ ده بشرة. ولا بنستخدم السلفة ولا بنستخدم الكلورامفينيكول ولا البنسين والقرف ده كويس. دلوقتي احنا في علاجنا بنستخدم الكلورامفينيكول. عندنا اثارات تيتروكلوكساتين اثارات اوفلوكساتين اثارات حلوه دلوقتي مش معقوله هيجي عيانك تدي له قطر السلف قطر التنسلين نستخدم الكينيلون. ماشي يا جماعه نستخدم دلوقتي اثارات الكينيلون دي اللي انت بتقولها في الشاب اللي صح مكتوب ولا مكتوب؟ يقول لك بقى زي ما استخدمت قطرة انتي بايوتيك استخدم مرهم انتي بايوتيك ليه؟ ايه فايدة المرهم؟ فايدتين واحد اثنين. اول فايدة يا جماعة المرهم لو بتحطه في عينيك بيفضل لحد الصبح بيحصلوا له ابزوربشن فكده الاكشن بتاع المريض الحي يبقى كام ساعة؟ 24 ساعة. هل في مشكلة العين وهو نايم مش معقول على صحيح يحط له قطر بعمل ايه؟ قبل ما ينام احط له حتة مرهم تفضل في عينيك لحد الصبح. يبقى دي فايدة بالمرهم ان هيخليه الاكشن بتاع المريض الحيوي 24 اورز. لو انت ما حطيتش مره ايه اللي هيحصل؟ العين هينام زي الابر ليد دي على اللور ليد يلزقوا في بعض ومين يتحوش جوه ومش عارف يخرج؟ ستشارج. طول ما انت نايم بتتشارج ومش عارف يخرج. عارف لو انت حطيت مره قبل ما تنام تلاقي المره بيجي هنا كده يسيب لك السبيسز. هذه السبيسز يقدر يخرج منها مين؟ بتتشارج. يبقى المرهم بيمنع ان التو اي ليد يلزقوا في بعض بريفنت الثيكنس اوف ذا تو اي ليد. والحكايه دي تسمح بالفري اكزيت اوف ذا ديسشارج ديورنج سليب. طبعا انت محتاج الحكايه محتاج ان الديسشارج حتى وانا نايم اتخلص ايه؟ اتخلص
نخلص منه. هذا فايدة الماء. ثلاث كمالات مية تقنى ليه؟ خلاص بتاعتكم دي مكبلات مية تقنى تعمل إيه في البلاص بزنس بتاعت المنطقة دي؟ فوزودايلاتيشن يحصل إيه في المناعة بتاعت المنطقة دي؟ تبقى كويس أو من عيانية كده. ده الهوت حاجات ممنوعة منعا باتا في الكونتراكت فايبرز. ممنوع البندج ده أسئلة فيتر دي يا جماعة اللي هي الرصيع فيتر. وممنوع المس في السيلفر نايتريت. واحدة ممنوع البندج دي واحد عليهم عن مطر ميادة الشرط تجيب له حط في قرصنة حط في لاب أو تقفل له عليه كده. انت هتعمل مصيبتين. أولا هتعمل ريتينشن للديسيتشر. ثانيا حتة القصة هتزود التمبريتشر بتاع المنطقة دي وده يؤدي إلى جروث أوف ذا أورجانيزم. ماشي يا جماعة؟ يبقى واحد عينيه متعمق ممنوع تقفل إيه؟ ممنوع تقفل إيه؟ الراجل اللي عنده فوتوفوبيا وبتاعه هنجل ومش عايزينه يبص للضوء بلاش شايف إن عينيه ممكن تتكلم إيه؟ اكتبوا معايا دارتي كلاسز ممكن نظارة خمسية دارتي كلاسز. النقطة اللي بعد كده زمان أي واحد يعمق يودوه لحلاق الصحة يعملوا حاجة اسمها مس بنطارات الفضل. الله مس بنطارات الفضل بينتينج والسيلفر نايتريت. طبعا بطلنا الكلام دلوقتي. طبعا دلوقتي العيان يحط نطارات الفضل دي في عينيه فيري ايز نار في عينيه. نطارات الفضل دي تعمل برضه بودره هنا كده بريسبتيشن يقابل مين؟ البنك. طب لو تركيز الفضل زاد هيحصل حاجه اسمها تسمم بالفضل تلاقي عينيه بدات تخلص بيجمنتيشن. لا كونجكتيفا بدأت تطلع كونجكتيفا بالمنتين. التسمم بالفضة حد عارف اسمه؟ أرض أيرون. عشان كده بطلنا المس بنطارات الفضة. أسرع كده تبقى مصاب زي الأنتي بايوتكس. بس طبعا إيه بطلنا ممنوع المس بنطارات الفضة. خدوا مش عايز تقول؟ أدري جدا حتى لو ربع نفسه على امتى؟ امتى؟ تعال ناخد ده البريلانت كونتراكت. الاورجانيزم المره دي ايه؟ الاورجانيزم المره دي ايه؟ حكي قبل في الصبح. البريلانت كل على فكره انا خلصت 10 دقايق كلها ازل ماشي ازل كتير. يلا ايه الديفينيشن؟ اكيوت انفكتد كونتراكت كارايز كارايز باي هايبرينيا. بريلانت ديسيتشارج مش كده ولا الاورجانيزم مين قوي جدا؟ احنا متفقين على كده. طالما الاورجانيزم قوي جدا اكيد هيؤثر على ايه؟ على الكورنيا. يعني هنا في حاجه زياده لازم يكون معانا كورنيا افكشن حاجه كمان زياده. الاورجانيزم اللي هيبقى قوي جدا ويخش جوه السيستميك سيركوليشن يعمل ايه بقى؟ بص العيان يدخل تلاقيه مهدود يقول لك حاجه اسمها جنرال مانيفستيشن. العام بتاع القصه اللي لسه اللي فات اهو ماشي عينيه معمطه وخلاص. لكن ده عينيه معمطه بقى وجاي لك سكر وجاي لك من الدهن اللي عنده ايه كمان زياده؟ جنرال ايه؟ جنرال كل الاورجانيزم قوي اكيد هنزود انه هياثر على الكورنيا وهياثر على ايه؟ على الجنرال مانيفستيشن. الاورجانيزم القوي ده بيبقى ايه بقى؟ بص بقى الاعماط المره دي عامل ازاي؟ يبقى كتير ولونه ابيض هو ده البيرلنت بقى. شايف لو مصر مرة عامل زي حاجة مقرفة يعني شايفين؟ اوكي يا تاريخ المية من حالات البيرلنت كونتراكتايفايتس دي اسمها جونو كوكاي يا جماعة. جونو كوكاي الناس الشاطرة عارفين ان جونو كوكاي في منها تو تايب. في جونو كوكاي اسمه نان فينيريال جونو كوكاي. في جلوبوكاي اسمه اسمها فينيريا الجلوبوكاي. يقول لك ايه بقى؟ لو الانفكشن اتنقل من وان اي تو انذر اي ده بنسميه ايبيديميك انفكشن. وغالبا الانفكشن اللي بيتنقل من عين عيان لعين عيان تاني بيبقى نون فينيريا. نون فينيريا ازاي بقى الانفكشن بيتنقل من عين لعين؟ عن طريق الفرد زي ما قلت. عن طريق ايه؟ عن طريق المنطقه في ميه البق كده. لو الانفكشن اتنقل من اي لاي انت بيه ايبيديميك انفكشن. ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم تو ذا اي. اشهر مثال اللي انا هرسمه ده دي ام اهي ده اليوترس ودي الفاجينا وده ام حامل اهي وده الطفل اهو جنبنا وده عليه كده. والام المؤنثه دي عندها جونوريه. الولد الغلبان ده هو بيتولد هياخد ايه في عينيه؟ هياخد
كله مجرد عينيك. Narrowed infection is transmitted from A. From the genital system to the A. To the R. ده بنسميه genital, مش epidemic بقى, بنسميه genital infection. هسألك سؤال. الأورجانيزم اللي يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض يجيلي بقى ايه؟ بنريال أرمان بنريال بنريال كونوكوك. يعني ممكن الانفكشن يتنقل من الجينيتال سيستم للأرض. الولد ده يتولد عين مع مصر. أي ولد صغير يتولد عين مع مصر ده نقولش عنه بقى بي سي. لا بنسميه اسم الوحدة, بنسميه أوفثالميا يوناتور. حتى يقولك إذا الأوفثالميا يوناتور دي هي الإنفانتايل طيب من البي سي. الأوفثالميا يوناتور هي الإنفانتايل طيب أوفثالميا يوناتور. يبقى الأورجانيزم غالبا هو إيه؟ جونوك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 
ايه؟ من الجينيتال سيستم لنا. ايه اللي هيحصل بقى؟ العين هيشتكي من ايه؟ طبعا عينيه حمر وطبعا بتطلع ديسشارج اللي هو ايه؟ بيرة. وعينيه فيها تقل وفور البودي سيستم ولا هي نفس الكلام بتاع الايه؟ بتاع اللي فات بس كل حكايه هنغير الديسشارج ونخليه ايه؟ بيرة. على شكوى العيان. يبقى شكوى العيان ادي فور ولكن هنخلي الديسشارج ان هو بيرة. طب لو فحصت العيان هنا بقى الفحص مختلف شويه. لان العيان ده هيمر بثلاث مراحل. الاورجانيزم دخل جوه عينيه ستيج اوف انفلتريشن. بدأ يطلع عمار السيرج اوف ديسشارج. لو العيان ده ما اتعالجش كويس نخش في حاجه اسمها كرونيك ستيج. هما ثلاثه ستيج. تعالى ناخد اول ستيج ستيج اوف انفلتريشن. هسألك سؤال في الستيج اوف انفلتريشن عمار ولا مفيش؟ مفيش. العمار فين؟ الستيج اللي وراها. ايه اللي بيحصل في اول ستيج؟ الاورجانيزم يخش جوه عينيك تبص تلاقي كل اللي هيحصل الدروب بيتر دي هتضايلات والدروب بيتر دي هتضايلات بس خلاص. لما الدروب بيتر دي هتضايلات والدروب بيتر دي هتضايلات ايه الليد في الكونجكتيفا؟ سيفير اديما في الليد وسيفير اديما في الكونجكتيفا. بس الاديما بتاع الليد بتبقى سيفير لدرجه ان التو ايليدز بيقابلوا بعض. سيفير اديما في الابر ليد وفي اللور ليد لدرجه ان انا مش عايز افتح ليه؟ افتح العين ومش عايز افتح العين ليه؟ اقل حاجه عشان احط الايه؟ العلاج. يبقى هنا في سيفير اديما كلوزنج ذا بلتيترال فيشر مش اي دي اديما قافله التو اي. طب الكونجكتيفا هتلاقي في الكونجكتيفا برضه فيها اديما اللي بنسميها ايه؟ كيموز. ولون الكونجكتيفا ايه؟ فايبرين. وممكن الاقي ايه ده؟ ها بتيجي الايه؟ كيموز. في ديسشارج ولا مفيش؟ مفيش. مفيش ديسشارج. حد عارف لو الاورجانيزم ده دخل السيستميك سيركوليشن هلاقي ايه زياده؟ هلاقي جنرال مانيفستيشن هو فيفر هيدك. الاورجانيزم وصل لللمف نود يعمل ايه؟ لمف ادينوباتي. يبقى هنا في زياده ان هنزود ايه؟ جنرال مانيفستيشن. بعد شويه مين هيظهر بقى؟ العمار ستيج اوف ذا ديسترز. ازاي العمار هيظهر؟ هيحصل حرب ما بين حاجتين. الاورجانيزم لما دخل جوه عينيك هيحصل استراجل حرب ما بين الاورجانيزم وما بين البوليمورف. شويه من البوليمورف هيموتوا وشويه من الاورجانيزم هيموتوا. ده بوليمورف اللي عباره عن ايه؟ بص في البص يظهر يظهر كميات محترمه من البيرلانت ديتشارج. طب لما شويه اورجانيزم يموتوا يحصل ايه في المانيفستيشن؟ تقل. ده العين بدات تريح. العين يقول لك بص اول ما العمر طلع من العينيه تريحت. دي ما بتاعت العينيه قلت. دي بتاع الليد قلت والكونجكتيفا قلت والجنرال مانيفستيشن قلت. يبقى مع ظهور الاقماص مين هيقل؟ المانيفستيشن. ليه؟ مع ظهور الاقماص هيحصل ديب في بعض الاورجانيزم. في حته بقى زياده مع ظهور الاقماص ممكن يحصل حاجه غريبه. ممكن شويه اقماص ينشفوا هنا كده وبيكونوا لي حاجه شبه ايه؟ شبه الممبرين. اتس كول سودو ممبرين فورميشن. هل ده ثرو ممبرين؟ لا ده سودو ممبرين. هسألكوا سؤال سودو ممبرين ده عبارة عن ايه؟ درايت ايه؟ نفسه بتاعي درايت ديسبلين. يا ترى العيان ده لو ما اتعالجش كويس ايه طول حياته ايه؟ عنده شوية انفكشن في عينيه. يبقى ايه العيان ده بتحول ايه لو ما اتعالجش كويس؟ الكرونيك ستيت. ناو ذا بيشنت بيكامز اكاديميك. عن جيت كارير كان انيشيت ان يبقى عند الكارير ده لو ما اتعالجش كويس يقدر يأذي اي واحد. والكرونيك اريتيشن اللي في عينيه تعمل له حاجة غريبة. اي كرونيك اريتيشن في الكونتراكتيف بيطلع ايه؟
اي كرونيك بريتيكشن في الكونجنكتيفا بيطلع الدبيل كونجنكتيفا الدبيل. عشان كده يا جماعة دبيل كمان شوية الحتة الجاية اقول لك ايه ازمان الكونجنكتيفا الدبيل ده ازمان كتير من ضمنها ايه؟ لا مش بيرلنس كونجنكتيفا اي بيرلنس كونجنكتيفا بتعمل دبيل لازم تبقى انهي ستيج؟ كرونيك ستيج. يقول لك الكرونيك ستيج اوف بيرلنس كونجنكتيفا دي من ضمن اسباب الدبيل كورنيشن. بصوا على اخر سطر ده مش عارف ايه كومبليكيشن الاورجانيزم القوي هيعمل الكورنيا قولون الاثر دي ايه سنتر والاثر دي ايه مارجن. عارفين ازاي بتكون المارجن ازاي بتكون السنتر؟ انا قلت لا طبعا الف سؤال لو دي مارجنال ودي مارجنال ودي مارجنال ودول كلهم لحموا مع بعض يعملوا ايه؟ بص الاثر دي رينج الاثر دي حاجه جايه ايه الميكانيزم اوف فورميشن اوف رينج الاثر فيول اوف مالتيبل ايه مارجنال الاثر ازاي الاثر دي بتحصل؟ انا قلت اول ميكانيزم انا شرحتها خلاص عن طريق ايه في موك في ميكانيزم اخرى ودي اهم والاورجانيزم بتاعنا اسمه ايه جلوكوجاي ايه الجلوكوجاي عشان يخش جوه القرنيه ويعمل الاثر يقدر يعدي حتى لو الانتيجر ايه انت ويعمل الاثر هم الميكانيزم دي هكذا يا جماعة ان الجلوكوجاي تقدر تعدي من الانتكت ابيتيشن الجلوكوجاي كان انفيت انتكت ابيتيشن طالما الجلوكوجاي كان انفيت انتكت ابيتيشن تقدر تعمل ايه؟ تقدر تعمل ألتر كل هذه الألتر اللي فاتت تنتهي يا جماعة تنتهي ببيرفوريشن والعيان يتعمل زمان كان اول سبب الفيرست كول اوف بلايند ان ايجيبت كان البرنس متشابه كان كل الناس بتتعامل في مصر ايام الثلاثينات والعشرينات بسبب البي سي ليه ما كانش لسه بيبي سي زمان كان الفيرست كول اوف بلايند ان ايجيبت هو البرنس متشابه انت كان كان عندك عمل ازاي يحصل ايه في الكورنيا اكتر بالبروتين كان اسمه ثانيه للبلايند انا قلتهاش الاورجانيزم بيعدي من الانتيريا لو تاني ممكن يعمل ايه الاورجانيزم جوه العين ايه بالظبط العام كان بيتعمل بسبب سببين بسبب perforation of the ulcer and the pulmonary it was the first cause of blindness in the eye يلا قال لي بيت بقى ايه الاورجانيزم لو الاورجانيزم وصل للايرس وصل للاكريمال ساك شكله سايت في هنا بقى حته غريبه انت كنت تقولوا ممكن يحصل للعيان بتاعنا سبستيك اكتروبي مش هكون بالليجيشن ايه اللي سبستيك اكتروبي طبعا عشان يحصل فيك كم شهر على فكره انت ما تكتبش اللي انت في امتحان على اللي انت امتحان على اللي انت بقى لا اصبر شويه امتى؟ اصبر شويه يا دكتور بقى ما ينفعش انت امتحانك يوم الاربعاء الاربعاء الجاي؟ طب ماشي يوم الاربعاء الجاي هنتفق على امتحان اللي امتحان اللي انت عايز امتحانك وعلى بصوا يا جماعه انا مش غالبا مش هديكم الاربعاء هقول لكم بكره هقول لكم بكره في مصر من مواطن الليد مارجن اسمها ايه المصر دي؟ مصر الاوكرانيه فاكر المصل دي لما بيبقى فيها اسباب ممكن تلف النت لجوه او تلف لبره قلت لك ان ده اللور نت ودي صباعي ده هو المصل الاوكرايولان لو في اسباب في المصل الاوكرايولان في اسباب من اهو ممكن النت يلف لجوه بس الانتروبي ممكن الاسباب من يلف النت لبره بس ايه اكتروبي على حسب ايه سبورت يعني لو العين عامله سبورت للليد غصب عنه يلف لبره طب لو العين مش عامله سبورت للليد هيلف لجوه اذا عشان يحصل السبتيك اكتروبي ايه الشرطين بقى لازم يحصل ايه في المصل اوبرايولان بس ثانيا عشان يلف لبره لازم يكون في ايه سبورت طب ما الشرطين موجودين مش في اورجانيزم هنا هيرديت المصل اوبرايولان يعمل لها ايه بس المرض ده بيجي للاطفال غالبا الاطفال هم اللي بيعدوا الشارع بيروحوا المصيف بيستخدموا فوق بعض غالبا العيان بتاعنا هو طفل الاطفال عينيهم عامله ايه في الليد طب بص فطلع طلع الليد فين اللي بره الشرطين بتوع الاسباب الكتروبي متوفرين في اسباب مضمضه الاوبرانام بسبب الاورجانيزم لان العيان بتاعنا غالبا بيبقى طفل الاطفال عينيهم عامله ايه في الليد طب بص في اسباب وسبورت الليد يلف فين اسباب وسبورت اللي بره بس ايه لما الاورجانيزم هيعدي ويخش جوه عين العيان ويعمل اندوبسرمايت
لو العيان ما تعليمش كويس هيبقى ايه؟ هيبقى فاريور. في بقى كومبليكيشن غريب شوية يمكن انتوا اكيد نسيتوه. من ضمن الكومبليكيشن اللي بتحصل كومبليكيشن غريب شوية، بصوا لو العيان عنده ألسر هنا في المارجن، مارجن الألسر، وفي نفس الوقت عنده إديمة في الكونجكتايف، فاكر إديمة في الكونجكتايف بتعمل ايه؟ الكونجكتايف إليفيشن، والكونجكتايف قريبة من الايه؟ من الأرض، ممكن يلزقوا في بعض. لما فولد من الكونجكتايف يلزق في الكورنيا أو يلزق في الألسر بتسميه ايه؟ سودو تريشيان كورنيا. What is سودو تريشيان؟ A fold of the conjunctiva becomes adherent to the ايه؟ to the ulcer. عشان يفهم الكلام ده ايه الشرط؟ ينفع الألسر تبقى سنترال؟ لازم تبقى مارجن، هذا أول شرط. تاني شرط لازم الكونجكتايفا يكون فيها ايه؟ إديمة أو كيموز. بتلاقي الشرطين موجودين هنا؟ العين ده بيكون مارجن الألسر؟ أيوه. عنده إديمة في الكونجكتايفا؟ أيوه. بما إن الشرطين موجودين إذا ممكن يحصل له ايه؟ شورت تريشن. عشان يحصل شورت تريشن لو سمحت اكتب الشرطين كده. اكتبهم جنبه. ايه وايه؟ لازم الألسر تبقى مارجنال ولازم يكون في ايه في الكونجكتايفا؟ إديمة أو كيموز في الكونجكتايفا. العلاج عادي جدا زي ما بيت. بس البروفيلاكتيك تريتمنت هنحتاج بيه شويه. ليه؟ لان احنا هنحمي بالمرض بيعني فاهمني؟ مش المرض ده بيعمل ناس؟ هنهتم بالبروفيلاكتيك تريتمنت، لازم نحمي الاذر ارت اوبزيشن، لازم نحمي الاذر بيرسون في البيت، لازم نحمي الدكتور واحده واحده عشان البريلانت كونجكتيفايتس ما تنقلش من العين الثانيه. اعمل ايه؟ استخدم المضاد الحيوي في بوت ايز اول حاجه عشان الاذر بيرسونز اللي معاه في البيت ما يتعبوش. اعمل ايه؟ العيان ده نعمل له سيمبل ايزوليشن، يعني يقعد اوضه لوحده، يستخدم فورم لوحده، اكياس المخدات بتاعته تتغسل، ما هو بينام على المخده والقماص ينزل في المخده، فاكياس المخدات ايه؟ تتغسل لوحدها. نعمل له حاجه اسمها سيمبل ايزوليشن. طب ازاي نحمي الدكتور؟ انت تفحص عيان معفن زي ده وشايف البط في عينيه، يبقى لازم تلبس جلافز جدع، لازم تلبس نظاره بلاستيك كده زي بتاع البحر. ما بروتكتيف جوجل؟ جوجل ولا جوجل؟ جوجل. يا جماعة في عيان انت بتبص في عينيه تعرف ان في امام قمر زي العين عامله مليانه قمر كده، لو انت فتحتها هتنطر في عينيك، لازم تبقى مجهز نفسك فيها. يعني حتى بلاش بلاش بالرمل، انت بتفتح خراج وشايف الخراج كده مورور كده، اما تفتحه هينطر عليك، لازم مجهز نفسك تكون لابس ايه؟ بروتكتيف جوجل. انا بعمل ايه؟ بروتكتيف جوجل ده باخد ايه؟ قوم جايب الممرضة كده كويس، قال لها تعالي اسكني معايا هفتح عليه هعمل ايه؟ انا ولا هي؟ ايه طبعا؟ مش بتاخد بدل عدوى طبعا. على فكرة الكلام ده هتقابلوه في الامتياز، هتقولوا بقى تفتحوا الكراج بقى في اي حتة، عيان عنده كراج هنا هنا تفتحوه، غالبا في واحد منهم هينطرق عليه. فتاخدوا بالكم من موضوع فتح الكراج، فتح اي مكان فيها بطن، البطن يبقى اندر تنش، تفتحه ينزل في وشك. عمو على ايه؟ ماشي؟ يبقى يا تنس بروتكت الجوجل يا تخليه يقع على ايه؟ على الممرض، يعني ده الحل. كيف؟ ماشي على زميلك؟ ممكن على زميلك، بس زميلك هتبقى تاني. بصوا بقى الكيوريتي تريتمنت از يو جو، فاكر ايه الجنرال تريتمنت؟ يدينا مضاد حيوي، هي اللي هتدي المضاد الحيوي نهتم بيه قوي قوي قوي. ليه؟ المضاد الحيوي الجنرال نهتم بيه ليه؟ لان انا مش عارف احط اللوكل. مش عارف احط اللوكل ليه؟ التواليت زمان هم مقفولين مش عارف افتحهم، يبقى بنهتم بالسيستميك انتي بيوتيك لان انا مش قادر افتح التواليت عشان احط اللوكال تريتمنت، يبقى هنا هنهتم بالسيستميك تريتمنت لان انا مش عارف احط اللوكال. طب اللوكال ففي لوكال ايه؟ لوشن ومضاد حيوي. تعالى نمسك اللوشن، تستخدم اللوشن مور فريكونت ولا ليس فريكونت؟ عند الناس طبعا مور فريكونت. ادي حاجه هسالك سؤال، نستخدم اللوشن في الانفلتريشن ستيج؟ لا مفيش اي اساس. ايه؟ بالظبط. طب المضاد الحيوي بيقول لك نستخدم المضاد الحيوي اللي عامل مثلا عندك تكفيت 1000 وتكفيت 5000 و5000 تستخدم مين؟ 10% و30% 30% يبقى نستخدم اعلى تركيز ونستخدمه يا جماعه مور فريكوينت. وفي هنا طريقه معينه، طريقه معينه لاستخدام المضاد الحيوي. الدفتر دي مكتوب عندكم ولا لا؟ كل دقيقة حط القطرة، كل دقيقة لمدة 5 دقايق، وأمسك القطرة دي كده لمدة 5 دقايق، حط لي القطرة كل دقيقة. عادي حط يا دكتور 5 دقايق كده، خلاص. كل 5 دقايق لمدة نص ساعة، الدكتور نص ساعة بس. كل نص ساعة لمدة 3 ساعات. كل 3 ساعات لمدة يومين.
ثلاث مرات في اليوم لمده اسبوع. اشمعنى التمثيل؟ فاكرين حاجه اسمها بكتيريا الجروث كيرف؟ فاكرين البكتيريا في النمو بتاعها تبقى الاول ثابته وبعدين تعلى وبعدين تثبت وبعدين تنزل تحت؟ فاهمين يا جماعه؟ يبقى اكتر حته انا محتاج اضرب البكتيريا على دماغها فين؟ في الاول. وفي نهايه المرض كده كده البكتيريا بتفضل ايه؟ بتخاف قالوا للدوز في نهايه المرض. يبقى انا بضرب جامد قوي في الاول، حتى في الاول استضفت القطره كل ايه؟ كل دقيقه. يبقى انا بستخدم السيكونس ده ليه؟ انا مش عايز كل هذا الكلام، عايز تحفظه تحفظه بس اكوردنج تو ايه؟ تو بكتيريال جروث كيرف. مش عارف لوك فين بلاك فين؟ هل انتوا فاهمين الحاجات دي؟ انتوا سمعتها في البكتيريا دي؟ اكوردنج تو بكتيريال جروث كيرف. بالنسبه للبرهم هنزود برهم اتروبين ليه؟ عامل افضل الاختيار اقل من دي. هنزود مرهم اتروبين ليه؟ مرهم اتروبين ده على منين؟ الارض غالبا هيحصل ألسر فلازم ازود مرهم اتروبين. هنا بقى في وقفه ممنوع كمالات الميه السخنه. انا كمالات ميه ساقعه، كمالات الميه السخنه هتزود الاديمه في الليف مش هتقدر تفتح العين خالص. انت عايز تفتح العين ليه؟ عشان ثلاث اسباب. قول عشان اشيل رقم واحد، اشيل الدستشارج. رقم اثنين عشان احط التريتي. رقم ثلاثه عايز تفتح عين ليه؟ عشان اطمن على مين ما حصلش فيها ألسر ولا لا، اطمن على الكورن. ازاي تفتح العين بقى؟ حط كاميرات ميه ساقعه. كاميرات ميه ساقعه هتقلل دي ما تفتح الليد. توقعوا لو الكاميرات الميه الساقعه فشلت انها تفتح الليد، اعمل ايه؟ افتح الليد بالعافيه؟ استخدم الفورس بقوه عشان افتح الليد؟ اوعى. في ألسر جوه هتيجي تتغاب على عينها، هتعمل ايه في الألسر؟ بالفوريش. امال اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش عارف. صح. ما انت عامل زي كده برافو عليك. ليه يا عيال عشان نفتح عين العيان نروح ايه ناكل اهو فاكرينه كده نفتح عند اللاترال كام؟ لاترال ايه؟ كان صوت ثاني. يو كان يوز لاترال كان صوت. اذا عايز افتح عين يا كنت ايه؟ يا لاترال كان صوت. ماشي؟ الناس اللي انا قلت لهم يستنوا يستنوني. والحته الجايه اللي مش هيسمع هيكون ليه وقفه اجمل من كده شويه. انا بحذركم بجد الحصه الجايه ان انتوا ما تسمعوش، بحذركم.